أبراج القمر ومنازل القمر لا تأثير لها في حظوظ الناس ولا في طباعهم. بعض الناس يعتقد أن هذه الأبراج التي ربما تكون يعني هي منازل القمر بهذه الأسماء أن لها تأثيرا في حياة الناس، فيقول لك مثلا أنا عصبي لأني ولدت في برج الجوزاء مثلا، أو أن فلانا مثلا قليل الذكاء لأنه ولد في برج كذا، أو أنا بخيل لأني ولدت في برج كذا. ثم إذا أراد ربما أن يتزوج فتاة سأل ما هو برجها، ثم إذا كان برجا متناسبا مع برجه قال إذن أنا طبيعتي تتناسب مع طبيعتها إذن سوف أتزوجها. هذه الأبراج وهذه المنازل للقمر إنما كما قال الله تعالى وقدره منازل لتعلم عدد السنين والحساب، قدر أن القمر يكون هلالا ثم يكون بدرا ثم يكون هلالا مرة أخرى حتى تعلموا عدد السنين والحساب، حتى تعرفوا بداية الشهر ونهاية فقط، لا لأجل أن تعتقدوا أن لهذه الأجرام السماوية أن لها تأثيرا في حياة الناس.